ينضم إلينا من تونس عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور صلاح الدين الجورشي. مساء الخير دكتور. أهلا بكم وبقناتكم التي أتمنى لها التوفيق، وكذلك أرحب بجمهوركم الذي هو أعتبره جزء من الجمهور التونسي والعربي. شكرا. بداية، ما هي قراءتكم للمشهد السياسي في تونس بشكل عام؟ توجد أزمة في تونس تفاقمت منذ فترة طويلة، وأصبحت هذه الأزمة نظرا لخطورتها على جميع المستويات تستوجب التعامل معها بعقلانية واتخاذ حدود. وفي طبيعة الحال رئيس الجمهورية هو أكثر الأطراف معني بإيجاد هذا الحل واتخاذ الإجراءات الملائمة، لكن ما أعلن عنه الرئيس قيس سعيد بالأمس في الحقيقة لم يكن الإجابة المطلوبة والحل المطلوب، وإنما هي مجازفة تمثلت خاصة في اعتماد منحة انقلابي، وإن كان هذا المنحة لا يزال في بدايته ولم تكتمل حلقاته. الآن الجيش يحاصر البرلمان، الجيش يحاصر مقر الحكومة، وهذا يعني بأن هناك اعتماد أكثر على عسكرة الحياة السياسية في تونس، وهذا أمر أو مؤشر غير مريح، وقد يعني إجهاز على الانتقال الديمقراطي في تونس. لكن في اعتقادي ما زالت أمام الرئيس سعيد فرصة لكي يطمئن الديمقراطيين في تونس وفي خارج تونس، وكي يتخذ إجراءات تقلل من التأثيرات السلبية التي أحدثتها قراراته الآن. بعد هذه التطورات والمستجدات، ماذا تتوقعون في المرحلة المقبلة؟ الآن أن نحن في انتظار بالنسبة للمرحلة القادمة، في انتظار أولا تعيين رئيس الحكومة الجديد من قبل رئيس الجمهورية، والتعرف على تركيبة الحكومة الجديدة، ثم ثانيا نحن نتابع بقلق ما يجري حول البرلمان وكيف سيتصرف رئيس الجمهورية مع هؤلاء النواب المنتخبين ديمقراطيا، لأن برلمان معطل بهذه الطريقة وممنوع أعضاؤه من دخول المقر يشكل حالة استثنائية وحالة مرفوضة ديمقراطيا. نخشى على أن الحريات قد تتأثر في المرحلة القادمة، وخاصة من خلال توسع التجاوزات التي يمكن أن تحصل هنا وهناك، ونعتبر أن قضية الحريات قضية أساسية في النظام الديمقراطي الحقيقي، وبالتالي نخشى بأن الصراع قد يتوسع في المرحلة القادمة، خاصة إذا أصر جماعة النهضة وكذلك خصوم رئيس الجمهورية إذا أصروا على المواجهة السلمية، والتي يمكن أن تنجر أيضا في لحظة من اللحظات، وهذا ما نخشاه، أن تنجر نحو ممارسة حد أدنى من العنف الذي يفسد تماما الصراع السياسي. فكل هذه ستشكل عنصر محدد للمرحلة. الدكتور والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، شكرا لكم، كنت معنا عبر الهاتف من تونس.